أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول، وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آلي، فافهم كلامي واستمع مقالي يا سائلي عن الكلام المنتظم، حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، اسمع هديت الرشد ما أقول وافهمه فهم من له معقول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إعراب الاسم المنفرد المنصرف. إعراب الاسم المفرد، المفرد خرج بذلك إيش؟ المثنى والجمع، لأن المثنى والجمع سيأتي حكمه في أبواب مستقلة. المنصرف خرج بذلك إيش؟ الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف أيضا سيأتي حكمه في باب مستقل. الممنوع من الصرف سيأتي حكمه في باب مستقل. قال: ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف. ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف. قال: ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف. الاسم المفرد المنصرف ينون في وصل الكلام، فتقول: جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. جاء مثلا: جاء زيد مسرعا، رأيت زيدا مسرعا، مررت بزيد مسرعا. فالاسم المفرد المنصرف عند مواصلة الكلام إيش؟ ينون. عند مواصلة الكلام ينون، فلا يقول قائل: جاء زيد مسرعا. لا، ما دام وصلت الكلام وهو اسم مفرد منصرف إيش؟ الحكم ينون. تقول: جاء زيد مسرعا، رأيت زيدا مسرعا. لا يقول: رأيت زيدا مسرعا، ولا يقول: مررت بزيد مسرعا. لا، ينون عند وصل الكلام. هذا هو معنى قول الناظم: ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت قائلا ولم تقف، أي إذا واصلت الكلام. طيب، ما حكم الوقوف؟ قال: وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف. الوقوف يكون بالسكون، الوقوف يكون بالسكون في حالة الرفع وفي حالة الجر. فتقول عند الوقوف: جاء زيد، جاء زيد. ما تقول: جاء زيد، لأن العرب تقف على أي شيء؟ تقف على الساكن. جاء زيد. مررت في حالة الجر: مررت بزيد، مررت بزيد. لكن في حالة النصب كيف يكون الوقوف؟ يكون الوقوف بالألف، فتقول: رأيت زيدا، تقول: رأيت زيدا. ما تقول: رأيت زيد، لا، في حالة النصب يكون الوقوف بالألف، رأيت زيدا. ولذلك قال: وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه. عندما يكتب، ما يكتب ألف، يكتب ألف. تقول: رأيت زيدا، بعد الدال إيش تكون موجودة عندنا؟ تكون ألف. قال: كمثل ما تكتبه، كمثل ما تكتبه. إذن كتبنا الألف نقف عليها، كمثل ما تكتبه لا يختلف. ثم مثل لذلك. أما حالة الرفع والنصب بحسب القاعدة العامة، القاعدة العامة بأن الوقوف يكون على أي شيء؟ على السكون. الوقوف يكون على السكون، ولذلك لم يكن داعي لذكرها لأنها بحسب القاعدة العامة، وإنما التميز في أي شيء في المنصوب، ولذلك ذكر المنصوب أو خص بالذكر المنصوب. نعم، مثل لذلك. قال: تقول عمرو قد أضاف زيدا عند الوقوف، تقول عمرو قد أضاف زيدا. وخالد صاد الغداة، أي في وقت الغداة. وقت الغداة، متى المقصود وقت الغداة؟ صباح. من متى يستمر؟ من طلوع إلى الزوال، هذا يسمى كله إيش؟ وقت غداء. وبعد الزوال إلى المغرب يسمى هذا إيش؟ العشي، يسمى العشي. ولذلك الأصل في الغداء، عندما يذكر الغداء في الكفارة، عندما يذكر غداء وعشاء، الأصل في الغداء أنه يكون قبل الزوال من حيث اللغة، وإن كان الآن اختلف العرف. وكذلك العشاء، لأنه من العشي إيش؟ معنى يصدق على الطعام من بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا يصدق عليه أنه عشاء. تقول عمرو قد أضاف زيدا وخالد صاد الغداة صيدا،
تقول أمر قد أضاف زيدا، زيدا مفعول به منصوب وقفنا عليه بالألف، قلنا زيدا. وخالد صاد الغداة صيدا لكونه منصوبا أيضا وقفنا عليه بالألف، فهو اسم مفرد منصرف. ولذلك عندما يكون منصوبا يكون الوقوف عليه بأي شيء، يكون الوقوف عليه بالألف. نعم. قال وتسقط التنوين إن أضفته أو إن تكن باللام قد عرفته. متى يسقط التنوين؟ يسقط التنوين في حالتين. وتسقط التنوين إن أضفته، الإضافة تتنافى مع التنوين، لا يجتمع إضافة وتنوين، ولذلك التنوين يسقط عند الإضافة. فنقول على سبيل المثال جاء رجل، ونقول عند الإضافة جاء رجل علم. أين ذهب التنوين؟ سقط التنوين. رأيت رجل علم، أين ذهب التنوين؟ الأصل رجلا، أين ذهب التنوين؟ سقط التنوين بسبب أي شيء؟ بسبب الإضافة. مررت برجل علم، أين ذهب التنوين؟ سقط بسبب الإضافة. إذن هذا هو السبب الأول من أسباب سقوط التنوين، وتسقط التنوين إن أضفته. والسبب الثاني أو إن تكن باللام قد عرفته، أيضا لا يجتمع تنوين وتعريف. كلمة معرفة ما ممكن تنونها، لا يمكن أن ننونها. مثل الناظم بمثال لكل سبب، فقال مثاله جاء غلام الوالي، ما قال جاء غلام. لماذا؟ ما السبب؟ السبب الإضافة. مثاله جاء غلام الوالي وأقبل الغلام، قال وأقبل الغلام، أين ذهب التنوين؟ الأصل أقبل غلام، أين ذهب التنوين؟ ذهب التنوين بسبب ال، بسبب ال التعريف، وأقبل الغلام كالغزالي. إذن يسقط التنوين في حالتين، الحالة الأولى إذا وقعت إضافة، والحالة الثانية إيش؟ إذا وقع تعريف أو دخلت على الاسم ال التعريف. واضح هذا الباب؟ نعم. فصل الأسماء، فصل الأسماء الستة المعتلة المضافة، الأسماء الستة المعتلة المضافة. بدأ يذكر الأسماء الستة، هنا خرج عن الإعراب، هو ذكر الإعراب، ذكر علامات الإعراب، هناك قلنا علامات أصلية وهناك علامات فرعية. تقدم ذكر الأشياء التي تعرب بالعلامات الأصلية، فالعلامة الأصلية للرفع هي الضمة، والعلامة الأصلية للنصب هي الفتحة، والعلامة الأصلية للجر هي إيش؟ الكسرة، والعلامة الأصلية للجزم هي سكون. الآن بدأ يذكر الأشياء التي تعرب بالعلامات الفرعية، وبدأ بذكر الأسماء الستة. إيش الأسماء الستة؟ أب، أخ، حم، كذاك، وهن، وذو، وفو. ستة، وذو، وفو، هي ستة. قال وستة، بدأ بذكر حكمها، وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي، والنصب فيها يا أخي بالألف، وجرها بالياء فاعرف واعترف. هذه الستة التي يذكرها بعد ذلك، ترفع وعلامة رفعها الواو، وتنصب وعلامة نصبها الألف، وتجر وعلامة جرها الياء. فيقال جاء أبو محمد، رأيت أبا محمد، مررت بأبي محمد. قال وهي أخوك، وأبو عمران، وذو وفوك، وحمو عثمان، ثم هنوك سادس الأسماء، فاحفظ مقالي حفظ الذكاء. أخ معروفة، وأب، وذو بمعنى إيش؟ هي التي بمعنى صاحب، جاء ذو علم أي صاحب علم. وفو هو إيش؟ الفم، حذفت منه الميم. والحمو إيش الحمو؟ لا، إيش المقصود؟ أخ، أخ إيش؟ أخ الزوج، ويسميه العمانيين. نعم. وذو وفوك وحمو عثمان ثم هنوك، الهنو يقصد به إيش؟ الفرج، يقصد به الفرج. ثم هنوك سادس الأسماء، فاحفظ مقالي حفظ الذكاء. هذه الستة ترفع وعلامة رفعها الواو، وتنصب وعلامة نصبها الألف، وتجر وعلامة جرها الياء، وتكون إيش؟ مضافة. تكون مضافة يعني لا بد أن يأتي بعدها مضاف إليه. تعامل هذه المعاملة وتعرب على هذه الصورة إذا كانت مضافة، لا بد أن تكون مضافة. ولذلك هو عندما مثل لم يذكر الشرط، لم يذكر الشرط الإضافة. نعم لم يذكر الشرط، ولكن هذا الشرط علمناه من أي شيء؟ من المثال، لأن الأمثلة التي أتى بها، أتى بها إيش؟ مضافة، وهي أخوك وأبو عمران
وذو وفوك وحمو عثمان ثم هنوك سادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظ الذكاء. فإضافة هذه الأسماء فيه إشارة على أنه يشترط فيها إيش؟ حتى تعامل هذه المعاملة أن تضاف، يشترط فيها أن تضاف. واضح الأمر معكم؟ طبعا للبيان يشترط فيها أن تكون مضافة، وأن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. إذا أضيفت، إذا لم تضف تعامل المعاملة العادية، تعرب بالحركات. فيقولون جاء أخ ورأيت أخا ومررت بأخ. وكذلك أيضا لو أضيفت إلى ياء المتكلم أيضا تعامل معاملة إيش؟ تعامل معاملة العادية. شرط أن تضاف إلى غير ياء، أن تكون مضافة وتكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم عملت المعاملة العادية. فيقول القائل جاء أخي، إيش إعراب أخي؟ يا أخي، ما إعراب أخي؟ تفضل محمد. اشتغال للياء، والياء نعم. واضح الأمر معكم؟ وكذلك نقول رأيت أخي ومررت بأخي، نعم. وكذلك أيضا يشترط إيش؟ أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة، يعني ما تكون مصغرة، لأنها لو كانت مصغرة أيضا تعامل المعاملة العادية. جاء أخي زيد ورأيت أخي زيد ومررت بأخي زيد. إذن يشترط أن تكون مضافة، وأن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، وأن تكون مكبرة. وفو يشترط منها حذف إيش؟ حذف الميم. وذو يشترط فيها أن تكون بمعنى صاحب. ذو يشترط فيها أن تكون بمعنى صاحب، لأن هناك ذو بمعنى إيش؟ الذي. لأن هناك ذو بمعنى الذي، ولذلك قالوا هذه ذو لابد أن تكون بمعنى صاحب. واضح الأمر معكم؟ شيء أحد عنده إشكال في هذا الباب؟ باب حروف العلة. قال واذكروا هنا حروف العلة، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المتنف. ذكر هنا حروف العلة، لماذا؟ حروف العلة ثلاثة، وهي الواو والياء والألف، هذه حروف الاعتلال، هذه حروف الاعتلال، وضدها الحروف الصحيحة. ذكرها هنا لماذا؟ لأنه سيذكر بعدها الاسم المنقوص والاسم المقصور، الاسم المنقوص والاسم المقصور. والاسم المنقوص والاسم المقصور له علاقة بهذا الباب، لأن الاسم المنقوص منتهي بأي شيء؟ منتهي بياء، إذن هو معتل الآخر. والاسم المقصور منتهي بأي شيء؟ منتهي بألف، إذن هو معتل الآخر. ولذلك ذكر حروف العلة وهي ثلاثة، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. نعم، إيش معنى المكتنف؟ يقول هو الأصل في الاكتناف إيش؟ اكتنف الشيء أي أحاط به وضمه، أحاط به وضمه. نعم، إعراب الاسم المنقوص، إعراب الاسم المنقوص. الاسم المنقوص هو الاسم المنتهي بأي شيء؟ بياء زائدة، هو الاسم المنتهي بياء زائدة. كيف يعامل؟ يرفع علامة رفعه إيش؟ الضمة مقدرة، ويجر علامة جره الكسرة المقدرة، وينصب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. ولذلك سمي منقوصا، ناقص، ناقص عن الأسماء الصحيحة، لا تظهر عليه جميع الحركات، وإنما يظهر بعضها وهو حركة النصب. أما حركة الرفع وحركة الجر فإنهما لا تظهران، ولذلك سمي إيش؟ سمي منقوصا، ولذلك سمي منقوصا. قال والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر. إيش معنى قوله ساكنة في رفعها والجر؟ بمعنى أنه لا تظهر عليها الحركة، لأن الحركة تكون إيش؟ مقدرة. فنقول جاء القاضي، القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها إيش؟ الثقل، يعني بالإمكان أن ننطق بها لكن ذلك يكون ثقيلا على اللسان. فبالإمكان يقول جاء القاضي يو، ولكنه يكون ثقيلا على اللسان. مررت بالقاضي يي، ولكنه يكون إيش؟ ثقيلا على اللسان. ولذلك المانع من ظهور الحركة في الاسم المنقوص هو إيش؟ الثقل. واضح المقصود بالثقل؟
ساكنة في رفعها والجر، وتقول جاء القاضي، مررت بالقاضي، القاضي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها إيش؟ الثقل. نعم. نعم. أصل الثلاثة. أصل الثلاثة. أصله هو الأصل القاضي، يعني من قضى، الأصله من قضى يقضي، من قضى يقضي. وتفتح الياء إذا ما نصبا، نحو لقيت القاضي المهذبا. إذا متى تظهر الحركة؟ في حالة النصب. ولذلك قال وتفتح الياء إذا ما نصبا، أي الاسم المنقوص، ومثل لذلك نحو لقيت القاضي، فظهرت الحركة هنا في النصب. لماذا؟ لأنه ظهرت الحركة لأنه منصوب، ظهرت الحركة هنا لأنه منصوب. ثم قال ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا مشتر مخادع، وافزع إلى حام حماه مانع. المنون المنكر المنقوص إذا كان منكرا في حالة الرفع وفي حالة الجر، قال ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا، إيش؟ ينون، فيقال جاء إيش؟ مشتر، جاء مشتر. تسقط الياء، أين ذهبت الياء؟ حذفت. لماذا حذفت؟ لالتقاء ساكنين، إيش هما؟ الياء والتنوين، لأن التنوين إيش أصل التنوين؟ نون ساكنة، فالتقى ساكنان الياء والتنوين، لأن أصل التنوين نون ساكنة فحذفت الياء. لماذا حذفت الياء ولم تحذف نون التنوين؟ لأن الياء حرف علة، وحرف العلة هو الأضعف، والذي يقال جاء مشتر، مشتر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. وكذلك أيضا في حالة الجر فنقول مررت بمشتر، نفس الحالة حذفت الياء إيش؟ لالتقاء الساكنين، وهما الياء ونون التنوين، حذف الأضعف وهو حرف العلة. هذا معنى قوله ونون المنكر المنقوصا في رفعه وجره خصوصا. وإيش ينتج عن هذا التنوين؟ سقوط الياء لالتقاء الساكنين. واضح معنى هذا البيت؟ هل عنده إشكال؟ ونون المنكر المنقوصا في رفعه وجره خصوصا، هذا ما يقع في الفتح. لماذا ما يقع في الفتح؟ لأن في الفتح لا يلتقي ساكنان، لأن الياء تكون إيش؟ مفتوحة. فنقول رأيت قاضيا، نقول رأيت قاضيا، لا يلتقي ساكنان حتى يحتاج أن نحذف الياء. واضح الأمر؟ إذا قال في رفعه وجره خصوصا، ثم في تقول هذا مشتر مخادع، وافزع إلى حام حماه مانع. قال وهكذا تفعل في ياء الشجي، وكل ياء بعد مكسور تجي. وهكذا تفعل في ياء الشجي، إيش المقصود بياء الشجي؟ الأصل أصلها الشجي، أصلها الشجي بياء مشددة، ولكن عندما تخفف الياء المشددة تعامل معاملة إيش؟ الاسم المنقوص، تعامل معاملة الاسم المنقوص. ولذلك هنا نبه، قال الشجي الأصل، تظهر الحركة، جاء الشجي، رأيت الشجي، مررت بالشجي، ولكن الاسم، الاسم الذي في آخره ياء مشددة إذا خفف يعامل إيش؟ يعامل معاملة المنقوص، بمعنى أنه لا تظهر عليه حركة الرفع ولا حركة الجر، وتظهر عليه حركة النصب. فتقول جاء الشجي، مررت بالشجي، جاء الشجي، مررت بالشجي. قال وهكذا تفعل في ياء الشجي، وكل ياء بعد مكسور تجي. لكن إيش الشرط؟ هذا إذا ما وردت مخففة، لأن لو كانت مشددة تظهر عليها الحركة، لأنه لو كانت مشددة تظهر عليها الحركة، هذا في حالة التخفيف، في حالة التخفيف. قال وهكذا تفعل في ياء الشجي، وكل ياء بعد، قال وكل ياء بعد مكسور تجي. ولذلك حتى أيضا في حالة التنكير، تنكير تعامل معاملة المنقوص، جاء شج ومررت إيش؟ بشج. قال وهكذا تفعل في ياء الشجي، وكل ياء بعد مكسور تجي، بمعنى أننا إذا خففناها، هذا إذا ما وردت مخففة، فإننا نعاملها معاملة إيش؟ المنقوص، نعاملها معاملة المنقوص. نعم، واضح الأمر؟ إعراب الاسم المقصور، الاسم المقصور ليش سمي مقصورا؟
ما لأن ينتهي بألف مقصورة، لأن الاسم مقصور قد يكون في ألف مقصورة وقد يكون في ألف ممدودة. إذن إيش معنى مقصور؟ المقصور في اللغة هو المحبوس، المقصور في اللغة هو المحبوس. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: حور مقصورات في الخيام، أي حور محبوسات في الخيام، أي حور محبوسات في الخيام. سمي مقصورا لأنه محبوس عن أي شيء؟ محبوس عن الحركة، لا تظهر عليه الحركة، ولذلك سمي مقصورا، لا تظهر عليه لا حركة الرفع ولا حركة النصب ولا حركة الجر. إذن واضح لماذا سمي مقصورا؟ لا لكونه ينتهي بألف مقصورة، لأنه قد ينتهي بألف زائدة لازمة، وهذه الألف قد تكون مقصورة وقد تكون ممدودة، مثل عصا ألف ممدودة. قال: وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر، بمعنى أن الحركة الإعرابية لا تظهر عليه. ما المانع من ظهورها؟ التعذر، بمعنى أنه لا يمكننا أن ننطق بالحركة، المانع التعذر. وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر، مثاله يحيى وموسى والعصا. يحيى مقصور، موسى العصا ممدود، أو كحيا ممدود، أو كرحى أو كحصى، فهذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المؤتلف، آخرها يبقى على حاله ساكنا ولو تغير موقعه من الإعراب. هذا معنى قول على تصاريف الكلام المؤتلف، ولو تغير موقعه من الإعراب، لأن الحركة تكون مقدرة وليست ظاهرة. فتقول على سبيل المثال: جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، يبقى على حاله مع اختلاف تصاريف الكلام فيه، مع اختلاف موقعه من الإعراب، هناك فاعل وهنا مفعول به، وفي الجملة الثالثة إيش؟ مجرور، وفي الجملة الثالثة مجرور. هذا هو معنى قول فهذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المؤتلف، آخرها يكون على صورة واحدة. لماذا؟ لأن الحركة مقدرة وليست ظاهرة. واضح الأمر معكم؟ نعم. إيش معكم من الجمل؟ تفضل. وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. نعم، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. تفضل. الواو حرف مبني على الفتح، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نعم. وإن حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نعم، انتبهوا شباب هناك، انتبهوا انتبهوا. نعم. فعل مضارع مجزوم وعلام جزم. هذا الأسلوب إيش يسمى؟ فعل شرط. أسلوب شرط، هذا الأسلوب يسمى أسلوب الشرط. أسلوب الشرط فيه ثلاثة أركان: أداة الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط. نعم، أين أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط؟ يقول إن. إذن إن إيش؟ إن حرف شرط. نعم، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نعم. يروا فعل مضارع، فعل شرط بالمرة، قول فعل مضارع. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. نعم، لأنه من الأفعال، أفعال خمس، فعل المضارع اتصلت به واو الجماعة. نعم، والفاعل ضمير متصل مبني على السكون. إيش هو هذا؟ الواو. إذا قول واو الجماعة، ما تقول ضمير متصل، مدرنا نحن عن الضمير المتصل. واو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل الفاعل. نعم. آية مفعول به منصوب وعلامة اسمه الفتحة الظاهرة على آخر. طيب، شكرا. من يكمل؟ تفضل موسى. وإن يروا آية يعرضوا، هذا معطوف على الجواب. وإن يروا آية يعرضوا. من يواصل؟ من يواصل؟ تفضل. ويقول سحر مستمر. قبل يعرضوا، بعد ما عرف يعرضوا. يعرضوا وقع في جواب الشرط في المضارع مجزوم على القسم حرف النون. نعم. ويقول، وبعده هي الفاعل، ماشي فاعل. قالوا الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محافظة الفاعل. نعم. ويقول وهو حرف مبني على الفتح لا محل من الإعراب. يقول فعل مضارع مجزوم على الاسم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والفاعل واو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محافظة الفاعل. نعم.
سحر مستمر، سحر مبتدا منصوب مرفوع عند الضم الظاهر على غير. نعم. خبر مرفوع عند الضم الظاهر على غير. وهي المبتدا. نعم. ايش تقدير؟ هذا. هذا. نعم. مستمر صفة مرفوعة عند الضم الظاهر على غير. نعم. وهذه الجملة يسميها جملة إيش؟ إيش محل حكمها؟ في محل نصب مفعول به. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ندخل في الجمل قليلا. جملة فعل الشرط هل لها محل من الإعراب؟ جملة فعل الشرط ما لها محل؟ نعم نعم، في محل جزم إذا كانت أداة الشرط جازمة، لأن عندنا أدوات شرط جازمة وعندنا أدوات شرط إيش؟ غير جازمة. إن من أدوات الشرط الجازمة كم وحدة أدوات الشرط الجازمة؟ نعم لا ما ثلاث. فاجزم بإن ومن وما ومهما أي متى أيان أين إذ ما وحيثما أن 11 منهن إن. إن من أدوات الشرط الجازمة، ولذلك فعل الشرط يكون إيش؟ في محل جزم. فعل الشرط يكون في محل الجزم. والجواب جواب الشرط. نعم يعني مو الأصل فيه، الأصل فيه أنه لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب إلا إذا توفر فيه إيش؟ شرطان. الشرط الأول إيش؟ تكون أداة الشرط جازمة، والشرط الثاني يكون هناك رابط، الرابط هو الفاء في الغالب، يكون هناك رابط. هل تحقق الشرطان هنا؟ نأتي إلى الشرط الأول، هل أداة الشرط جازمة؟ نعم إن، ولكن هل يوجد رابط؟ لا. إذن هذه الجملة وهي جملة الجواب لا محل لها من الإعراب. واضح الأمر معكم؟ ها؟ لا ويقول. وإن يروا آية يعرضوا، صار هو الجواب يعرضوا، هذا كله معطوف، معطوف عليه. إذن إذا كانت أداة الشرط جازمة واقترن الجواب برابط، الجملة تكون في محل إيش؟ جزم. جواب الشرط يكون في محل جزم. لكن إذا لم يتحقق الشرطان لابد من تحققهما جميعا. إذا لم يتحقق الشرطان الجملة يكون إيش؟ لا محل لها من الإعراب. يلا شباب أنتوا تعالوا منك، تعالوا، ما خلصت، تعالوا تعالوا جلسوا هنا بدل ما جلسوا تسولفوا. نعم الجملة الثانية إيش الجملة الثانية؟ تحركوا تعالوا. وحدة إلا جملة وحدة معكم. طيب نعطيكم جملة. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. والجملة الثانية وما أنت بتابع قبلتهم. وما أنت بتابع قبلتهم. الجملة الثالثة والعصر، هل أخذتم العصر؟ أخذتم هذه الجملة؟ نعم. هنا يهمنا الجملة، اكتبوها، والعصر إن الإنسان لفي خسر. جملة إن الإنسان لفي خسر إيش تسمى هذه الجملة؟ وإيش حكمها من حيث الإعراب؟ هل لها محل أو ليس لها محل؟ إن الإنسان لفي خسر. يلا شباب انتو أعربتم؟ كم ساعته؟ يعني كم توم بدينا الدرس؟ 50 دقيقة هي أقل. نعم من يجيب؟
أي مجموعة اليوم دور أي مجموعة؟ ما عارفين تقول أي مجموعة؟ لكن الواحد ما يعرف أي مجموعة؟ زين ما نتكلم عن المتغيبين، نتكلم عن بو حاضرين. من في المجموعة الثانية كان؟ انتوا اخر من اعرب ولا اليوم دوركم؟ نعم انتوا دوركم انتوا؟ يلا تعالوا هنا هناك جلسوا خلف الكاميرا جلسوا انتوا ثلاثة باقيين؟ لك ما حايد عمر ربكم ان نبياكم البر حايد عمرك انك بياهم؟ طيب تفضل. إن الإنسان لا يطغى. نعم. إن حرف ناصب مبني على الفتح. إيش الكلمة الأولى؟ إن الإنسان لا يطغى. نعم. إن حرف ناصب مبني على الفتح. مو يسميه هذا حرف إيش؟ حرف توكيد ونصب. والحروف قلنا إيش تكون؟ من اسمك أنت؟ عمر بن سالم خالص. تفضل عامر، الحروف إيش تكون؟ مبنية ولا معربة الحروف؟ مبنية. إذا حرف توكيد ونصب إيش؟ مبني على الفتح. وبعدين لا محل له من الإعراب. الإنسان اسم منصوب وعلامة نصب. اسم إيش؟ اسم إن. هذا ما إن إن. نعم هذا اسم إن. إذا إن تأخذ إيش وإيش؟ تأخذ اسم وخبر، تأخذ اسما وخبر. تدخل على الجملة الاسمية ماذا تصنع إن؟ عندما تدخل على الجملة الاسمية ماذا تفعل بالمبتدأ يا عامر؟ ترفعه أو تنصبه؟ تنصب المبتدأ. وماذا تصنع بالخبر؟ ترفعه. نعم الإنسان اسم إن اسمه إن. لا تلعب بقلمك يا محمد. محمد انت؟ نعم. الانسان اسم ان منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره. نعم لا يطغى. اللام لام التوكيد مبنيه على الفتح لا محل لها من الاعراب. طيب هذه اللام حرف او اسم او فعل؟ حرف. اذا نقول لام التوكيد حرف مبني لا محل مبني على ايش؟ نعم يطغى. طيب وأين الفاعل؟ ضمير مستتر. تقديره هو يعود على إيش؟ الإنسان. جوازا ولا وجوبا مستتر؟ لا قلنا هو وهي إيش؟ جوازا. هو إذا كان تقدير هو أو هي يكون مستتر إيش؟ جوازا. أما إذا كان غير ذلك مثل أنت إيش يكون مستتر إيش؟ وجوبا. لكن ما دام التقدير هو إذا مستتر جوازا. أين خبر إن؟ أين خبرها؟ اسمها الإنسان. أين خبرها؟ من مجموعته. من يجيب؟ كيف ضمير مستتر خبرها؟ تفضل المثير. إيش؟ إيش نوع الخبر؟ ده شبه جملة يطغى فعل. نعم الجملة الفعلية هي الخبر. إن الإنسان لا يطغى. الجملة الفعلية في محل إيش؟ في محل رفع خبر إن. الجملة الفعلية في محل رفع خبر إن. قلنا لكم بأن الخبر قد يكون مفردا وقد يكون شبه جملة وقد يكون جملة، سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية. وهنا الخبر إيش؟ جملة إيش؟ فعلية. اجلسوا. نعم الجملة التي بعدها. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. إن حرف توكيد. ما إن قلنا لك إن. إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نعم. الإنسان اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتح ظاهر على آخره. نعم. لام التعليل مبني على الفتح. هذا ما يسموها لام التعليل، يسموها لام إيش؟ بو تدخل على خبر إن، يسموها لام التوكيد أو لام الابتداء. إذا قل لام التوكيد إيش؟ مبني على الفتح. حرف. قل لام التوكيد حرف. لام التوكيد حرف مبني على إيش؟ على الفتح. نعم.
لا 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 محل له. نعم. في حرف جر مبني على السكون. كمل شيء لا محل له من الإعراب. نعم. خسر اسم. خسر. خسر اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. أين الخبر؟ خبر إن. أين خبرها؟ نعم. إيش نوع الخبر هنا؟ شبه جملة. شبه جملة. إذن في خسر في محل إيش؟ خبر شبه جملة. نعم في محل إيش؟ خبر إن يكون مرفوع منصوب خبر إن. في محل رفع خبر. نعم في محل رفع خبر أو متعلق بمحذوف خبر. إن الإنسان لفي خسر. شبه الجملة في محل رفع خبر إن. الجملة الثالثة إيش الجملة الثالثة؟ مو جالس سويته أنت؟ قم. من اسمك؟ يوسف. تفضل يوسف. وكان الله على كل شيء مقتدرا. نعم. واو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نعم. كان فعل ناقص مبني على الفتح. نعم. ايش نوعه؟ ماضي مضارع امر. فعل ماضي. اذا فعل ماض ناقص مبني على الفتح. على الفتح ظاهر ولا مقدر؟ ظاهر. ظاهر على اخره. نعم. هذه كان ايش تفعل؟ ماذا تفعل كان؟ ايش تاخذ؟ ترفع المبتدا. نعم. ترفع المبتدا ويكون اسما لها، وترفع الخبر ويكون خبرا لها. نعم. وتنصب الخبر ويكون خبرا لها. نعم. الله لفظ الجلالة اسم كان مرفوع علامة ترفيه ضم الظاهر على آخره. نعم. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نعم. قل اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. نعم. هو مضاف. نعم. شيء اسم مجرور. إيش نسميه؟ شيء مضاف إليه. نعم. مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره. نعم. مقتدرة خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة. ليش مقدرة؟ مقتدي رن هذا بعد تنوين هنا فيه. ها فقط السبب إيش؟ أننا وقفنا عليه فتحة ظاهرة تنوين. لكن فقط يوم توقف عليه توقف عليه بالألف. نعم. إذن مقتدرة خبر منصوب علامة نصبه ما التنوين، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر، لأن العلامة الثانية عندنا في التنوين علامتان، واحدة علامة إعراب وواحدة علامة إيش؟ التنوين، وواحدة علامة التنوين. أحسن، شكرا. الجملة التي بعدها تفضل. ما هي الجملة؟ نعم. فلم نغادر منهم أحدا. مالك أنت كذاك المؤثر ولا راقد؟ يلا جيب أعرب هذه الجملة التي تريد إعرابها. تفضل. المال مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهر على اخره. نعم. البنون اسم معطوف مرفوع مو عاطف انه ماشي شيء بين هناك بعده. عب عليك لابس نظاره انت. المال والبنون ماشي. واو واو حرف عطف. نعم. مبني على ايش؟ الفتح. نعم. لا محل له. كلها الحروف قلنا مبنية ونقول لا محل لها من الإعراب. نعم. البنون اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الواو. لأنه جمع. جمع. نعم. تفضل. ملحق بجمع المذكر السالم. هذا ملحق بجمع المذكر السالم. نعم. دينة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف. نعم. الضمة الظاهر على آخره وهو مضاف. نعم. الحياة مضاف إليه. الحياة الحياة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. نعم. الدنيا نعت مبني على الفتح. ليش مبني؟ الأصل في الأسماء الإعراب وليس البناء. هذا الدنيا نسميه إيش؟ هذا نسميه اسم إيش؟ اسم مقصور لا تظهر عليه الحركة. الدنيا إيش؟ صفة نعم مجرورة علامة جرها المقدرة على آخرها منع من ظهورها إيش؟ التعذر. نعم. أحسنت. الجملة التي بعدها دور من المرة القادمة أي مجموعة؟ من يحفظ دور المرة؟ أنت محمد مرة تحفظ أي مجموعة يأتي عليها الدور؟ شيخ بيكون المجموعة الأولى دورنا نحن أتوقع تكون تكتمل الدائرة. ما إحنا نبغى معنا كلام منضبط. ما الواحد ما حايد متى دوره؟ أنتو زين أنتو
هذا المجموعة الأخيرة ذلك انتو المجموعة الأخيرة طيب نعطيكم جملا معلي يبدأ بها معنا المجموعة القادمة تبدي في المجموعة المرة القادمة المجموعة القادمة الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان الجملة الثانية والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان الجملة الثالثة كذبت ثمود وعاد بالقارعة كذبت ثمود وعاد بالقارعة الجملة ايش الرابعة كأنهم أعجاز نخل خاوية كأنهم أعجاز نخل خاوية الجملة الخامسة لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ما كذا نقول احنا كنا مضاف إليه مجرور ايش نقول وعلامة نعم لأنه جمع مذكر سالم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم نعم الجملة الثانية من يعرب الجملة الثانية من يعرب الجملة الثانية تفضل من اسمك باسم نعم وانت من اسمك انت نعم تفضل باسم الرحمن مبتدا مرفوع قبل قرأنا الجملة كلها الرحمن علم القرآن نعم الرحمن علم القرآن الرحمن مبتدا مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على آخر نعم علم القرآن خبر مرفوع كل هذه خبر؟ أيوه كيف؟ يعني أول شيء عربنا إياها كلمة كلمة الرحمن قلت لنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره علم القرآن إيش هذا علم القرآن؟ خبر كيف خبر؟ كلها خبر؟ يعني عندك كلمتان علم القرآن علم ماذا تقول فيها؟ خبر ايش هذا علم؟ تفضل من اسمك؟ نعم تفضل نعم اذا فعل ماض مبني على الفتح نعم على القرآن القرآن فاعل نعم من يجيب؟ تفضل من اسمك؟ تفضل المقدام القرآن خبر سالم خبر ايش؟ تو هذه الآن عندك قال علم هل توافقه بأن علم فعل؟ مفعول به مفعول به منصوب أي وأين الفاعل؟ الرحمن ما يستوي الفاعل اللي قبل الفعل ما يستوي هذاك مبتدأ أين الفاعل؟ تفضل احمد جواز او وجوبا نعم ضمير مستتر الرحمن علم هو القران القران وقع عليه فعل الفاعل وهو ايش التعليم مفعول به الرحمن علم القران اين خبر المبتدا الرحمن مبتدا اين خبره ايش يعني خبره ايش نوع الخبر جملة فعلية نقول والجملة الفعلية في محل خبر والجملة الفعلية في محل رفع خبر إذا سمعت باسم الجملة وأنت سعيد هل سمعت الجملة الفعل إذا الخبر قد يكون مفردا وقد يكون شبه جملة وقد يكون جملة
جملة اسمية أو جملة فعلية. هنا خبر المبتدأ عندنا إيش؟ جملة فعلية. الجملة الفعلية في محل رفع خبر. واضح معكم؟ طيب شكرا، اجلسوا. نعم، الجملة الثالثة، من يعرب الجملة الثالثة؟ من يعرب الجملة الثالثة؟ شاركوا جميعا. ليش ما تشاركوا؟ واحد يحاول، لو أخطأ يصححوا له. أنتم ماكم جاي متأخرين الوجيه ولا من اسمك أنت؟ لماذا تأخرتم؟ مجلس السبب ماكم جاي متأصل يوم متأخرين؟ نعم، مجلس. الجملة الثالثة، من يعرب الجملة الثالثة؟ من يجيب؟ أنت أجبت يمكن ولا ما أجبت بعدين؟ نعم، تفضل محمد. محمد تفضل. الجملة قولا له قولا. نعم، قولا له قولا. قولا في الأمر مبني على حذف النون. نعم، اتصاله بألف الاثنين. نعم، وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم. له لام حرف جر مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. نعم. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر الاسم المجرور. نعم. والجار مجرور متعلق بفعل قولا. نعم. قولا مفعول به منصوب بالفتح، وعلامته مفعول به منصوب بالفتح الظاهرة. وعلامته، قل وعلامته مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره. تفضل. هنا قولا له قولا، ما المراد تأكيد؟ قولا له قولا لينا، ايش المراد؟ قد يكون المراد المفعولية، المفعول به. نعم. لماذا تأخرتم انتم شباب؟ ايش عندكم؟ ها؟ مو عندكم؟ ماكم جاي متأخرين؟ جلس تفضل. الجملة التي بعدها، ايش الجملة التي بعدها؟ من يجيب؟ من يجيب؟ من يجيب؟ أنت معهم في الحلقة الأولى؟ تفضل. من اسمه؟ تفضل. وفي الأرض قطع متجاورات. نعم. واو حرف مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. نعم. في حرف جر. نعم. الأرض بس حرف جر وخلاص؟ في حرف جر مبني على السكون. هي. لا محل له من الإعراب. نعم. الأرض اسم مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره. نعم. قطع مبتدأ. نعم. مبتدأ مؤخر. نعم. مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. في الأرض قطع. نعم، قطع مبتدأ. متجاورات خبر. لا لا. إيش إعراب متجاورات؟ تفضل سليمان. نعت. نعت صفة. متجاورات صفة لإيش؟ لقطع. قطع متجاورات صفة إيش؟ مرفوعة وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. أين الخبر؟ أين الخبر؟ تفضل. شبه الجملة، الجار والمجرور في الأرض في محل رفع خبر، أو نقول متعلق بمحذوف خبر. قطع متجاورات كائنات في الأرض، الجار والمجرور. إذا الخبر هنا إيش؟ شبه جملة. الخبر هنا شبه جملة. نعم تفضل. الجملة التي بعدها، طلاب الحلقة الأولى، أي الجملة التي بعدها؟ من يجيب؟ من يجيب؟ تفضل. من اسمك؟ مرزوق. مرزوق تفضل. الهاكم فعل ماضي مبني. الهاكم ايش الجملة؟ الهاكم التكاثر. نعم. الها فعل ماضي مبني على الفتح. نعم. فتح ظاهر او مقدر؟ فتح مقدر. فتح مقدر، لانه الها فعل معتل الاخر، فعل ماضي مبني على الفتح المقدر. ايش منع من ظهوره؟ لا، الألف تعذر. الألف، الألف تعذر، الواو والياء الثقل.
إذا كان منتب ألف يمنع من ظهور الحركة إيش؟ التعذر، يتعذر النطق بها. وإذا كان منتب واو أو ياء إيش يمنع من ظهور الحركة؟ الثقل. نعم. الها كم 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 ضمير متصل في محل ما له أول شيء ضمائر قلنا إيش تكون؟ مبني. إذا نقول ضمير متصل، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. مفعول به. قلنا الكاف إذا اتصلت بفعل تكون إيش؟ في محل نصب مفعول به. واضح. التكاثر فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم، فاعل مرفوع. قلنا ألهاكم التكاثر، لماذا حركت الميم بالضمة؟ أصلها ساكنة، ضمير متصل مبني على السكون، لماذا تحركت بالضمة؟ تفضل. نعم، من اسمك الحاج انت؟ سيف. سيف، تفضل. التقاء الساكنين ايش هما؟ الميم واللام في كلمة التكاثر. لا، الألف تسقط في وصل الكلام. الميم واللام في كلمة التكاثر، ولذلك حرك بالضم تخلصا من التقاء الساكنين. نعم، تفضل. شكرا. شيء جملة خامسة ولا خلصا على الجمل؟ هذه هي الخامسة. هذه الخامسة. نعم، هذه هي الجملة الخامسة. انتبه الجابر، ايش هناك معك؟ الجملة الأولى اكتبوا: إن الإنسان ليطغى. إن الإنسان ليطغى. الجملة الثانية: إن الإنسان لفي خسر. الجملة الثالثة: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكان الله على كل شيء مقتدرا. الجملة الرابعة: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فلم نغادر منهم أحدا. فلم نغادر منهم أحدا. هذه الجملة الخامسة. نعم، أعربوا هذه الجمل التي عندكم. لكن أنت تسوي ربشس، تسوي انت ما تبغى الملحة؟ ليش في الملحة؟ انت كملت الملحة؟ مدة تحفظ عقب؟ انت ثاني ثانوي انت؟ ثاني ثانوي؟ ما بديت تحفظ الانواع؟ انت تحضر الملحة ولا انت بديت تعربوا مع هذا الشباب؟ ها؟ هذا واضحات عندكم بين الأمثلة والإعرابات؟ ها؟ زين. طيب إن شاء الله. هي. نعم، في الملحة، ملحة الإعراب. أين وصلنا؟ إعراب الاسم مفرد المنصرف؟ باب الإعراب. ولا باب الإعراب؟ باب الإعراب ما مخلصينه؟ مخلصينه باب الإعراب هي. أنا عرب بنخلص، نخلص كهالأبيات ونعرب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.